السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم طلاب الصف السادس. مع بعض يا مس، في عنا اليوم إن شاء الله رح ناخد اللي هي قاعدة اليونت 7 اللي هي الباست باسيف. الباست باسيف اللي هو الفعل المبني للمجهول، رح ناخد منه طبعا الفعل الباسيف إله مجموعة أفعال. إحنا اليوم مطلوب منا اللي هو الباست للماضي، كيف رح نتعامل معه لما يكون عندي جملة أكتيف، كيف بدي أحولها لباسيف. باسيف يعني مبني للمجهول، مبني للمجهول. شو هو الفعل المبني للمجهول؟ أخذتوه في العربي اللي هو الفاعل مجهول، الفاعل ماله مجهول، مش موجود مين الشخص اللي قام بالفعل. تعالوا مع بعض أعرفكم كيف رح تكون عندي الجملة، كيف رح نحولها لباسيف. مثلا إجتك الجملة علي planted the farm، علي زرع المزرعة. علي subject، بنعرف إنه الجملة مكونة من subject و verb و object. علي subject، planted الفعل بالتصريف الثاني هو الفعل، the farm الobject. الآن هاي الجملة بحكي لها هي جملة active، ماشي، جملة مبني للمعلوم. بدي أحولها لمبني للمجهول، السبجكت رح نحذفه. مين رح يجي محله؟ رح يجي محله الأوبجكت. بنجيب الأوبجكت ورح نبدأ فيها الجملة اللي هي الأوبجكت the farm. طبعا التي تحول لكابيتال لتر لأني رح أبدأ فيها السنتنس the farm. الآن بعد ما حطيت الأوبجكت محل السبجكت، بيجي وراها إما was أو where. was إذا كان الفاعل مفرد، where إذا كان الفاعل جمع، ثم الفعل على الفيرب 3. تمام؟ طيب مين بيحدد لي was أو where؟ السبجكت الجديد اللي حطيته، شو حطيت؟ the farm، the farm المزرعة، إذا was. واضح؟ الفعل plant، planted اللي هي الفيرب 2 رح يكون على الفيرب 3 لأنها فعل منتظم بتضلها planted. واضح؟ إذا صارت الجملة مبني للمعلوم، the farm was planted، زرعت المزرعة، الشخص اللي زرعها صار مجهول. واضح؟ طيب رح أعطيكم كمان مثال. builders built our school in 2007، بنوا البنائين المدرسة بال 2007. builders subject، بهمني يا مس إنك تميز subject من الverb من الobject. الفاعل subject builders، built الverb، our school الobject. الآن بدي أحكي بنية المدرسة، تمام؟ يعني اللي بناها بدي أحذفه. our school الobject بنجيبها بتصير بداية الجملة our school. طيب الآن شو حكينا؟ بنحط وراها was أو where. school مفرد، إذا رح تاخد was. طب لو كانت schools جمع معناتها where، تمام؟ school مفرد was، الفعل تصريف ثالث، الفعل built، الverb 3 منه أيضا built. our school was built، عادي بقدر أني أكملها in 2007 أو ما أذكرها بصير. واضح؟ أهم إشي شغلك يكون صح على الverb والobject. بنجيب الobject بنحطه بداية الجملة، بنلحقه بwas أو where، والفعل لازم أحوله لverb 3. الفعل المنتظم رح يضله زي ما هو. واضح؟ زي plant، الverb 2 والverb 3 منها planted planted، الفعل build يبني، الverb 3 منها built. تعالوا مع بعض، بتمنى نكونوا فهمتوا القاعدة كيف حولنا جملة المبني للمعلوم لمبني للمجهول. تعالوا مع بعض نحل التمرين ب page number 34 exercise number 5. fill in the blanks with the correct form of the verb choose the from the box. عندي الأفعال بالصندوق رح نستخدمها لحتى نكون الجمل. طبعا ننتبه إنه الباست باسيف، build يبني، invent يدعو، damage يخرب، open يفتح. John Milton the famous English poet was born in 1608، ولد. طيب بما إنه أنا بحكي عن جون ميلتون مفرد، إذا was الفعل born، ولد ب 1608. the telescope اللي هو التلسكوب كلنا بنعرفه، by Galileo. okay the telescope singular، اذا رح تاخذ was، السينجولار بياخذ was. طيب التلسكوب اخترعه
اخترعه غاليليو. طيب اخترع اللي هو الفعل invent. طيب invent الverb 3 منها invented. Mr. and Mrs. Fletcher's house in 1985. بني البيت ب 1985. بني house singular بتاخد was. الفعل build الverb 3 منها built. Disneyland in 1955. ديزني كلنا بنعرفها ديزني لاند. الجزيرة فتحت ب 1955. الفعل open. ديزني لاند singular بتاخد was. open الverب 3 منها opened. five cars in the accident بالحادث. الفعل damage تحطمت. five cars جمع, اذا الجمع بياخد where. والفعل damage الverب 3 منها damaged. واضح يا مس؟ طيب تعالوا مع بعض نحل تمارين على الاكتيفيتي بوك. افتحوا مع بعض كتاب الاكتيفيتي بوك on page number 28. نحل الاكسرسايز الاول correct the verb in brackets. تعالوا نعدل على الفعل اللي بين قوسين. last night the telephone cut off due to the heavy storm. انقطع التليفون خلال العاصفة الغزيرة اللي كانت امبارح. طيب the telephone معناتها أنا بحكي عن subject singular, والsingular هاد شو رح ياخد was or where. was قطعة صح؟ طيب طب مين اللي قطعه؟ مجهول. إذن الجملة مبني للمجهول. was و verb 3. the telephone بتاخد was. الفعل cut تصريفه cut cut cut, إذن رح يبقى كما هو cut off. تمام؟ على الفيرب 3 لأنه الفعل cut حكيت لكم إياها سابقاً تصريفها cut cut cut. 2. thousands of Turkish people kill in the 1999 earthquake. آلاف من الناس التركيين ماتوا قتلوا خلال الزلزال اللي صارت in 1999. طيب Turkish people, people جمع, إذا بتاخد where. الفعل kill الverb 3 منها killed. where killed. soccer introduced into the Olympics in London in 1908. طيب مفرد soccer بتاخد الverb عفوا was aware بتاخد was. introduce الverب 3 منها introduced منتظم انتهت بالإي فقط يضاف لها الدي. 4. when I looked at the window I found that it break. لما كنت بنظر انتبهت انه هو الشباك ماله مكسور. طيب it singular بتاخد was. الفعل break مكسور. الverb 3 منها broken. break الverb 2 منها broke. الverb 3 broken. تمام اللي كسره مجهول عشان هيك جملة passive was aware of verb 3. Beethoven born in 1770 and dead in 1827. طيب Beethoven was born الverb 3 بضلها منها born. طيب exercise number 2 مش مطالب فيه. تعالوا مع بعض ننتقل لإكسرسايز نمبر 3. write the past and the past participle of the verb. معطيني الفعل بالبريزنت بدنا نحط منه الباست والباست بارتيسيبل. drive الverb 2 منها drove. driven الverب 3. طبعا في كثير أفعال مرت معانا. find الverb 2 والverb 3 منها found. hit بتضلها كما هي hit hit. wash regular verb washed washed. buy bought bought. catch caught caught c-a-u-g-h-t. play played played. sing الverب 2 منها sang. الverب 3 sung باليو. sing بالآي sang بالآي sung باليو. discover فعل منتظم.
الverب 2 والverب 3 منها discovered, discovered. Call, اتصل, called, called. C-A-L-L-E-D. تمام؟ Exercise number 4 ما بطالبك فيه ترتيب الجمل. ننتقل مع بعض على Exercise number 1. Rewrite these sentences. أعد كتابة الجملة. طبعاً رح نعمل إعادة كتابة لإلها إنه نحول الجملة من مبني للمعلوم إلى مبني للمجهول. The king opened the window school yesterday. الملك فتح الـ new school مدرسة جديدة في الأمس. The king subject opened the verb. The new school هي الـ object. الآن the new school رح تصير لما بدي أحولها لمبني للمجهول رح تقع محل الـ subject the new school وتحول الـ T لكابيتال لتر بداية جملة. يليها was aware school بما إنها مفرد إذن was. الفعل open رح يكون على الverb 3 open فعل منتظم الverb 3 منها أيضا opened yesterday. طيب number 1 they kept camels on their farm. subject الverb الobject camels رح تصير محل subject camels نقلب السي الكب السي إلى capitalize بما إنها جمع إذن where رح تأخذ الفعل kept الverb 3 kept on their farm. The children in grade 5 painted the pictures. The children اللي هم subject الفعل painted the picture الobject pictures عفوا the pictures رح تحقى محل subject the pictures جمع إذا تأخذ where الفعل painted الverb 3 أيضا منها painted the picture were pictures were painted. Number 3 the teacher corrected our mistakes. The teacher subject corrected الverb our mistakes الobject our mistakes were لأنها plural الفعل corrected منتظم إذا corrected الverb 3 منها. Number 4 the teacher found the boys in the library. The teacher subject found the verb, the boys the object. The boys plural إذا تأخذ where الفعل found the verb 3 أيضا منها found in the library. 5 Ali broke the cup of the cup by accident. Ali subject broke the verb, the cup the object. The cup the cup singular was الفعل broke الverb 3 منها broken تمام كسر بالخطأ. بهيك إن شاء الله بنكون أنهينا حصة اليوم. التمرين الثاني أيضا ليس مش مطالبين فيه. أنهينا حصة اليوم يا سادس. بتمنى أنكم تكونوا فهمتوا القاعدة كيف حولنا الجملة من مبني للمعلوم لمبني للمجهول. ناخذ الاوبجكت بنحطه محل السبجكت ثم بنتبعه بواز او وير حسب اذا كان مفرد بتكون واز اذا كان جمع وير يليها الفعل تصريف ثالث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.